الأيام اللي فاتت. تركيا في أسبوع، فشل تحت ظلال الدكتاتورية. ما هي أنباء تركيا خلال الأسبوع الماضي؟ أولا، قطاع السياحة يئن. كانت جائحة كورونا بمثابة ورقة التوت التي سقطت عن الاقتصاد التركي الذي كان معتمدا أشد الاعتماد على عائدات السياحة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن معهد الإحصاء التركي، فإن عوائد السياحة للبلاد بلغت 12.5 مليار دولار بانخفاض 35 مليار دولار أمريكي عن 2019. ثانيا، مزيد من الجرائم في عفرين. وفقا لبيانات منظمة عفرين لحقوق الإنسان، فإنه بتزامن مع العمليات العسكرية التي أسفرت عن نزوح الآلاف من السوريين، فرضت تركيا سيطرتها على المباني الحكومية والخدمية وغيرت أسماءها إلى أخرى تركية، في ضربة صريحة للهوية الثقافية والعربية للمنطقة. ثالثا، إعلام مضلل. فحتى يخفي النظام التركي فشله في شتى المجالات، كان لا بد له من السيطرة على الإعلام، وهذا ما حدث. فوفقا لمؤسسة مراسلون بلا حدود، يخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من الحكومة، أي إنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان. رابعا، هوس عثماني. ما زال هوس الخلافة العثمانية يسيطر على الرئيس التركي الذي عرض مساعدة لبنان في ترميم مباني حكومية بمدينة طرابلس، من بينها مقر البلدية الذي يعود بناؤه إلى الحقبة العثمانية، والمحكمة الشرعية والسراي. خامسا، الطموح النووي. كشف تقرير لصحيفة إيكونوميست البريطانية عن رغبة متزايدة للرئيس التركي في امتلاك بلاده قنبلة نووية، وهذا التصريح دائما ما يتشدق به أردوغان كمحاولة بائسة لإثارة الجدل أو جذب الأنظار الدولية. سادسا، مزيد من الفشل الاقتصادي. تقارير معهد الإحصاءات التركي كانت كاشفة للعجز التجاري في تركيا، والذي اتسع إلى 4.530 مليار دولار في ديسمبر، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 6% ليبلغ 20.6%، بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. لذلك كعادة الرئيس التركي بحث عن كبش فداء، وقرر إقالة نائبي وزير المالية بعد شهور قليلة من إقالة محافظ البنك المركزي. وها هي تركيا باتت أسيرة سياسات أردوغان، الذي يغرق في بحور الفشل والتراجع والانهيار بشتى المجالات.